الوزارة الوصية ل عمل الأمن الوطني وكذلك الجمع. هذه الاتفاقية اتفاقية تعاون بين هذه الجامعات لتدعيم تكوين أساتذة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا من طرف زملائهم لجامعة الجزائر 2. جامعة الجزائر 2 سعيدة بتواجدها هنا في جامعة باب الزوار من أجل غاية واحدة، وهو تجسيد التعاضدية بين الجامعتين، وهذا تطبيقا لسياسة الوزارة الوصية مؤخرا في مجالين أساسيين مهمين يمثلان تحديا كبيرا بالنسبة لأسرة التعليم العالي، وهي تعليم باللغة الإنجليزية في الجذع المشترك ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله، وكذلك تسريع وتيرة الرقمنة. اليوم عقدنا اتفاقية ما بين جامعة باب الزوار وجامعة الجزائر 2، بموجبها سنقوم بتكوين أساتذة الجامعة في اللغة الإنجليزية. هذا التكوين راح يبدا يعني في غضون ايام ان شاء الله. قمنا باحصاء عدد الاساتذه المعنيين بالتكوين، العدد اكثر من 600 استاذ يعني معني في الجذع المشترك. بعد عمليه يعني امتحان تحديد المستوى وريبارتيسيون تاع لي جروب، ان شاء الله سنبدا مباشره في عمليه التكوين.